من الرئيس من الكبير الى الـ الى 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 الحكومه الى الى الجميع على اساس ان مهمه المنتخب الوطني تنجح. هذه كره خطيره جدا جدا خطيره، وكان الهدف الاول لمصلحه منتخب اوروغواي الذي يتقدم الان. الكره الراسيه تحولت امام محمد الشطناوي، وبالتالي اوروغواي تسجل الهدف الاول. وهنا الانصار القادمين من حوالي 12,000 كيلو متر يؤازرون منتخب اوروغواي، ومنتخب اوروغواي بالنزعه الهجوميه الاعتياديه يتمكن الان لاعبه ومهاجمه من التقدم بالهدف الاول، وبالتالي او مدافعه وليس مهاجمه ماكسي بيريرا اللي كان متواجد في هذا المكان. الكره الراسيه اللي تحولت بهذا الشكل وصلت الى ماكسي بيريرا اللي يسجل هدفه الشخصي الثالث على المستوى الدولي. لاحظ الكره الراسيه من كافاني اولا بالكره التي تصل الى رميه التماس لمصلحه منتخب اوروغواي. صارت خطيرة لأوروغواي وأخطر الآن لأوروغواي، والهدف الثاني لأوروغواي مباشرة وصلت إلى كريستيان أسطواني، وبالتالي كريستيان أسطواني يسجل الهدف الثاني لمصلحة منتخب أوروغواي في مرمى محمد الشطناوي، وصارت النتيجة 2-0. وطبعا حسام حسن والجماهير الأردنية الآن والمنتخب الأردني وقد تلقى الهدف الثاني. والحقيقة أن في عامل مشترك في الأهداف، كافاني هو اللي موق في اللقطة السابقة وهو اللي كان حاضر في تسجيل الهدف. يجب أن يرافق عمل، ويجب أن يرافق أداء، ويجب أن يرافق وصول ولعب كرة قدم جميلة وتقديم بالهدف، ولكن الكرة تضيع. الكرة تضيع، الملك عبد الله ينهض في المقصورة الرئيسية، وكان هو والأردنيين والعرب وكلنا نأمل الحقيقة أن يكون الهدف الأول لمصلحة المنتخب الأردني. لاحظ معاي الكرة اللي تضيع بهذا الشكل، أنت إذا تصنع مثل هذه الفرص يعني أعتقد أن من المفروض استغلالها، كان مفروض تدوس أكثر يا عدوس. والمنتخب الأردني عادة يعني من خلال التصفيات قوي على أرضه، وهنا يتلقى محاولة والمرمى أصبح فاضي، فاضي المرمى، المرمى فاضي، عاد حارس المرمى والكرة في الجول، الكرة في الجول، وكان الهدف الثالث لمصلحة أوروغواي. انت لاحظ كافاني جالس يسوي، كافاني عامل مشترك في الأهداف الثلاثة كلها، يتسبب في تسجيل الأهداف الثلاثة كلها. هو تقدم الآن، خرج محمد الشطناوي من مرمى، المرمى أصبح فاضي، وبالتالي يأتي الهدف الثالث لمصلحة منتخب أوروغواي. يتكرر ما كان في لوديرو، إذن يسجل الهدف. شوف شوف وين لعبها، شوف وين لعبها، شوف 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 بالضبط، وتهيأت بهذا الشكل، وعودة الشطناوي والكرة في المرمى. سيريز عنده 53 مباراة، شوف يعني سجل 85 مباراة دولية. لوغانو مثلا بسن 33 سنة يلعب المباراة رقم 90. يمكن يأتي الهدف الرابع، نعم أتى الهدف الرابع، وأوروغواي تسجل الهدف الرابع في مرمى المنتخب الأردني عند الدقيقة 77. تاباريز ما ادري ايش بلا مصاب، عنده اصابة عري شوية، لكن مشجعي منتخب اوروغواي والابتسامة العريضة، واعتقد ان الموضوع موضوع تأهل اوروغواي الى النهائيات. امامك الان كريستيان رودريغيز وهو يحرز الهدف الرابع، الهدف الثامن على المستوى الشخصي بالمناسبة للاعب أتلتيكو مدريد كريستيان رودريغيز في مباراة رقم 69. قذيفة قوية عملها لاعب خط الوسط، ولاعبي خط الوسط اليوم يتألقون، وبالتالي كريستيان رودريغيز مثل ما فعل كريستيان أسطواني.
والأعصاب الهادئة أكيد، وضربة الحرة انلعبت. الله، هدف خامس لأوروغواي، وكفاني يسجل الحضور الهائل. إنه رجل المباراة الأول كافاني، رجل هذه المباراة، يسجل الهدف الخامس، وبالتالي يواصل تألقه في هذه المباراة، ومنتخب أوروغواي يواصل تألقه، والأهداف الخمسة مزعجة جدا 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 لفريق صالة وجالة وتفوق وتألق على الجميع، والفوز على أستراليا والفوز على اليابان وعلى أوزباكستان، لكن هنا كافاني وهنا منتخب أوروغواي الكبير بالفارق الهائل.